مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى جولة جديدة في السودان هذا المساء نستهلها بالعناوين. رئيس مجلس السيادة يعدد إنجازات ولاية نهر النيل ويطالب بتفويت الفرصة على الساعين لإجهاض الثورة. رئيس الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة يصل الخرطوم ويعد بحل المشكلات التي يعاني منها شرق السودان. وزارة التربية والتعليم تؤكد عدم العدالة في توزيع فرص التعليم بين أبناء السودان في الريف والحضر في التعليم الأساسي وما قبله. أهلا بكم مشاهدينا. طالب رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بتفويت الفرصة على الساعين لإجهاض الثورة وتجنيب البلاد المهالك، ودعا خلال مخاطبته توقيع وثيقة الصلح بين قبيلتي العوضية الجعليين والعبابدة بمدينة شندي إلى أهمية وحدة كافة أبناء السودان لضمان الاستقرار، وطالب بمحاربة الفساد والمحسوبية في الخدمات. وقال البرهان إن التغيير الذي حدث في البلاد كان تغييرا حقيقيا تكاملت فيه أدوار أبناء الشعب السوداني والقوات المسلحة، ونبه إلى أهمية التفاف الجميع حول الحكومة في الفترة الانتقالية. ولاية نهر النيل ظلت تقدم المثل الأعلى في التضحية وفي إظهار الصفات النبيلة لأهلها. في كل مكان مشينا في السودان لقينا إنسان نهر النيل، في كل مكان بنلقاهم دائما هم بيقدموا القدوة في التعامل، القدوة في التسامح، القدوة في التعامل الراغي مع كل الناس، مع كل البشر. أيضا في هذا المقام يجب أن نشكر شهدائنا جميعا، شهداء السودان اللي قدموا أرواحهم في كل مكان، وآخرهم شهداء الثورة. الثورة الآن نحن بنتفيع ظلالها، هذه الثورة وهذا التغيير يا أخوان تغيير حقيقي، تغيير حقيقي فيه تكامل لأدوار الشعب والقوات المسلحة. إلى ذلك قال والي نهر النيل عبد المحمود حماد إن ولايته بمختلف مكوناتها ومحلياتها مستعدة لتقديم المزيد من الإنجازات، مشيرا إلى روح التعاون والصلح لخدمة إنسان الولاية والسودان. أؤمن إيمانا قاطعا بأن الاستقرار تحققه وحدة أبناء هذا الشعب الذي ننتمي إليه خداما، ننتمي إليه خداما، ننتمي إليه خداما وليس حكاما، وليس حكاما، وليس حكاما، لتتكامل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله. ننتمي إليه خداما وليس حكاما. وعد رئيس الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة الأمين داود بحل المشكلات والقضايا التي يعاني منها شرق السودان، وقال لدى عودته بمطار الخرطوم: لسنا دعاة حرب ولا طلاب سلطة، فقط نريد أن يكون السودان للجميع ويسع مواطنيه كافة. وكان في استقباله بمطار الخرطوم عضو المجلس السيادي محمد الفكي وقيادات من الجبهة الثورية وقوى الحرية والتغيير، إضافة لقيادات قبائل البني عامر والحباب، وجدد وقوفه وتعاونه مع المكونات السياسية لشرق السودان وفي مقدمتهم موقعي اتفاقية سلام شرق السودان مع الحكومة السابقة لينال أهل الشرق حقوقهم، وذلك من خلال منبر الشرق. مع اقتراب موعد الجولة الثانية لمفاوضات السلام بين الحكومة الانتقالية وحركات الكفاح المسلح، يتوالى وصول عدد من قيادات الجبهة الثورية للخرطوم، وذلك وفقا لاتفاق أبرم خلال جولة المفاوضات السابقة لأهمية الترتيب وإجراء المشاورات داخليا لإنجاح الجولة القادمة والتي من المنتظر أن تعقد في 21 من الشهر الجاري. ترحيب رسمي وشعبي بتوالي عودة قيادات الجبهة الثورية إلى الخرطوم مع اقتراب موعد انطلاقة الجولة الثانية لمفاوضات السلام. بنرحب بأخواننا قيادات الجبهة الثورية في الخرطوم، والوفد ذا الحضر اليوم ذا نتيجة لنقاشات مبدئية حصلت في جوبا خلال جولتين، اتفقنا فيها على نزور
وفد من قيادات الجبهة الثورية الخرطوم للانخراط في نقاشات داخلية ولترتيب الأوضاع لقدوم كافة أعضاء الوفود من الجبهة الثورية في المرحلة القادمة عندما تكتمل المفاوضات. نحن بنرحب بهم وبنقول لهم أنتم مرحب بكم في بلدكم، وتعالوا شوفوا أهلكم وشوفوا الأوضاع الصعبة جدا والمعقدة اللي بمر بها السودان، يعيشوا مع الناس على أرض الواقع الصعوبات اللي بتتطلب مننا كلنا مع بعض نشيل مع بعض عشان نطلع البلد دي من الوضع اللي هي فيه حاليا. استقبل الأستاذ والرفيق الأمين داود، وكنا على يقين وكان يردد معنا دائما أننا سنلتقي قريبا وداخل بلادنا وقبل التوقيع على اتفاق السلام، والآن هو يؤكد ذلك ويعود إلى البلاد قبل توقيع اتفاق السلام ليؤكد أن إرادة الجميع تتجه الآن نحو السلام. نحن سعيدين يما سعادة بأننا استقبلنا عدد كبير من القادة، واليوم نستقبل رئيس الجبهة الشعبية المتحدة، وأنا أفتكر أنه ده يعني تمثيل على مستوى عالي من الجبهة بأن يحضر رئيس الجبهة، وهذه أيضا خطوة بأننا نتفاعل أيضا بالمفاوضات التي ستتم إن شاء الله يوم 21 الجاري، بأنه الجميع الآن يتجه نحو السلام، والآن كل الذين سيصنعون السلام متواجدين الآن معنا. توقعات كبيرة بقرب الوصول إلى سلام شامل وتأكيدات من القيادات العائدة بذلك. جئنا اليوم بعد اتفاق وقعناه مع الحكومة الانتقالية، جئنا اليوم لنؤكد بأننا لسنا دعاة حرب، جئنا اليوم لنؤكد بأننا نحن مشتاقين لنشوف أبناؤنا، مشتاقين دارين نشوف وطننا، مشتاقين دارين نبني مع الآخرين. نحن لسنا دعاة سلطة، أنا أؤكد لكم هذا الكلام، نحن أصحاب هذا البلد، نريد أن يكون هذا البلد في مرآة للجميع. نحن دايرين السودان مراية قدامك وانت موجود جوا، ما دايرين السودان ضيق، دايرين نوسع السودان ده، السودان الكبير اللي يسع كل الدنيا دي، دايرين اي زول يشوف فيه حقه. دعوات الى فتح صفحة جديدة وتناسي مرارات الماضي من اجل تقدم البلاد. ما دايرين الناس ياخذوا التار يا جماعة، ما في تار بين السودانيين. الرواندين اتقاتلوا بين التوتس والهوتو، عملوا الحقيقة والمصالحة في جنوب أفريقيا. نيلسون مانديلا عمل عفو عام للناس اللي استعمروهم البريطانيين. نحن كسودانيين أولى إنه نحن نعمل عفو عام لمن؟ للذين كانوا في المؤتمر الوطني ولكن ما عندهم أي جريمة. يعني ما نعاقب الناس بس إنه زول كان في المؤتمر الوطني، البلد دي ما بتمشي لقدام. نحن أي زول ارتكب جريمة في حق الشعب السوداني يجب يتقدم للمحاكمة العادلة. أما دون ذلك الناس اللي جانا الشعبية في الأحياء وغيرهم من الناس المطارثة الموجودين في وسطنا، وعلى فكرة نحن أهلنا ذاتهم، في ناس منهم من أسرنا في المطار الوطني، الناس دي يا جماعة خلينا الشعب السوداني كله، أنا من هنا بخاطبكم، العفو العام لكل زول ما ارتكب جريمة، خليهم يبنوا معانا البلد اللي هم كسروا، نبني سوا مع بعض. بعد إنجاز الثورة تتجه أنظار السودانيين إلى عملية إنجاز السلام وتحقيق التطلعات. حمد الخنفري، الشروق، الخرطوم. امتدح المتحدث الرسمي للجبهة الوطنية لدولة جنوب السودان ستيفن لوال الدور الذي يلعبه السودان في عملية السلام الشامل بدولة جنوب السودان، وقال لوال في تصريحات صحفية إنهم يرحبون بمخرجات القمة الأوغندية الأخيرة التي بحثت قضية السلام في دولة جنوب السودان، وإنهم متفائلين بأن المرحلة القادمة ستكون مرحلة بناء ومزيد من الثقة ونزع فتيل التوتر بين أبناء دولة الجنوب عامة، مؤكدا على ثقة شعب جنوب السودان في الخرطوم ودورها في لملمة أطراف الصراع لما للشعبين من أواصر ووشائج تجمعهما. بدور السودان استطعنا أن نخرج من هذه الحالة، والآن نحن اتفقنا على أن نمد الفترة هذه لمدة 100 يوم، وذلك بمجهودات السودان ودولة أوغندا، ونحن شاكرين كل الشكر للحكومة السودانية ولشعب السودان الذي وقف معنا جراء هذه الأزمة التي دارت منذ عام 2000
2013. أكد وزير التربية والتعليم الأمين توم عدم عدالة توزيع فرص التعليم بين أبناء السودان في الريف والحضر في مرحلة التعليم الأساسي وما قبله. وقال توم خلال المؤتمر الصحفي بمنبر وكالة السودان للأنباء إن هناك أسبابا يجب الالتفات إليها، منها نكران الحقوق وعدم الإنصاف وفقر الجودة والخلل البنيوي، وهي التي أدت إلى تأخر في التعليم الجيد والنوعي والذي يجب أن يتمتع به أي طفل في السودان، لافتا إلى أن أكثر من 45% من الفئة العمرية بين 6 سنوات إلى 13 عاما أو 13 سنة خارج المدرسة. وقال الوزير بأن لا موارد مالية ولا بشرية للحكومة حتى يتم إعلان مجانية التعليم كاملا. نحن بالنسبة لنا نرجع للالتزام عملته الحكومة السابقة، الهدف بتاع التنمية المستدامة الرابع ده وقعت عليه، إذا وقعت عليه الحكومة أي حكومة تجي أحس الحكومة الانتقالية ملتزمة بهذا الهدف، الهدف الرابع بتاع التعليم الذي يقول ببساطة شديدة جدا أنه الهدف هو ضمان التعليم الجيد، وجيد دي لازم نحط تحت 13 خط، تعليم جيد ومنصف، توزيع الفرص لازم يكون منصف، وده مش مجرد أنه في المدرسة يكون فيه، ده مش إنصاف هنا بس، ما بتوقف هنا، ما أدي واحد كله تلميذ في مدرسة كتاب وأدي في مدرسة ثانية أقول لهم كله أربعة يتقاسم كتاب، ما أخلي المدرسين مؤهلين ومدربين في مدرسة وفي مدرسة ثانية ينقصهم التدريب والتأهيل، الإنصاف ده بيجي في كل، ما أقوم في مدرسة فيها مكتبة مدرسة ما فيها، مدرسة فيها معمل مدرسة ما فيها، إلى آخره. دعا وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح كافة أبناء الشعب السوداني إلى تجسيد معاني القيم الأخلاقية الراقية ونبذ التشدد والغلو والتطرف والتأسي بهدى الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم. وقال الوزير في كلمة لمناسبة المولد النبوي الشريف إن الله حب السودان بتنوع عظيم وتعايش ديني فريد، مؤكدا قدرة السودانيين على إدارة هذا التنوع بعيدا عن الخلاف. يحتفل الكثير من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف لا والله قد من على هذه الأمة وعلى الإنسانية جمعاء به، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إن ولادته صلى الله عليه وسلم كانت فتحا، وبعثته كانت هدى، وحياته رشدا، ومنهجه رسالة لتنير الطريق للناس، يخرج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الكفر إلى نور الدين الحق والرشد. إلى ذلك بعث وزير الشؤون الدينية والأوقاف برسائل مهمة، وأعلن عن تخفيض تكلفة الحج هذا العام وتسهيل إجراءاته، إلى جانب إجراء مراجعة شاملة وحصر للأوقاف الإسلامية وهيكلة الوزارة. الزملاء من الخطباء والدعاة والوعاظ من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إننا نريد أن نجدد في خطابنا الإسلامي حتى نجعله خطابا يواكب المرحلة، ولنتذكر أن الاعتدال والوسطية والتعايش الديني والبحث عن أسس العيش الكريم القائم على التقوى والقناعة، هذه هي المبادئ التي جسدها رسول الله صلى الله عليه وسلم عبر منبره الشريف حينما كان منبره يصطح بالحق ليرسم ملامح الحياة العامة في الاجتهاد والجهاد وفي معاني الحياة ودروب العيش الكريم.
أكد الأمين العام لحكومة جنوب كردفان يوسف إبراهيم البلة عقب الاجتماع المشترك مع وفد الكونغرس الأمريكي الزائر للولاية أهمية الزيارة في دعم جهود السلام وتهيئة أسباب عودة النازحين واللاجئين إلى قراهم ومناطقهم، مشيرا إلى أن الحكومة أطلعت الوفد على مجمل الأوضاع فيما يلي التعايش السلمي والتسامح الديني بين مكونات الولاية. وشدد البلة على ضرورة أن تقود الزيارة إلى تسريع وتيرة العمل من أجل تحقيق السلام ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في ظل التغيير الذي شهدته البلاد، باعتبار أن الكونغرس مؤسسة فاعلة في صناعة القرار الأمريكي. طرحنا رؤية الولاية وتطلعها لما يمكن أن تقوم به هذه المؤسسة الأمريكية الحامة اللي ذات التأثير الكبير في صناعة القرار في الولايات المتحدة الأمريكية، وتمثل ذلك في محاور عدة نجملها في أهمها مسألة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وكذلك التأثير على مجريات السلام بما تملك الولايات المتحدة الأمريكية من تأثير وعلاقات مع الفرقاء مع الجماعات المسلحة. استضاف منبر المركز السوداني للخدمات الصحفية حركة تحرير كوش السودانية في ورشة حول مفاوضات السلام ومسار الشمال، وقال رئيس الحركة محمد داود محمد إن الورشة هدفت لتناول القضايا التي تهم الإقليم الشمالي في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومقوماتها، مشيرا إلى جهود حركة كوش السودانية ومساهمتها في الجهود الرامية الآن إلى تحقيق السلام الشامل. وأضاف أن الحركة والتي تعتبر إحدى مكونات الجبهة الثورية ستتولى عملية التفاوض إنابة عن سكان الإقليم الشمالي خلال جولة المفاوضات القادمة. في حركة تحرير كوش السودانية نظمنا هذه الورشة لتسليط مزيد من الأضواء على القضايا المهمة المعنية بها المنطقة أو الإقليم الشمالي بصفة عامة والمنطقة النوبية بصفة خاصة. الورشة حيتحدث فيها متخصصون أساتذة أجلاء حول القضايا التي بتهم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. الورقة الأولى دكتور بروفيسور محمد جلال يونس كان بيتكلم عن التنمية والاقتصاد، وتطرق في ورقته على ما هي التنمية وكيفية إحداث تنمية ومقومات التنمية في الولاية الشمالية.